افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 المنتدى التعليمي المصاحب للدورة التي تستضيفها البحرين تحت الرعاية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم. نعم، ناقش المنتدى سبل تطوير الرياضة المدرسية وربطها بالمناهج الدراسية الدائمة وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على نمط حياة صحي للطلاب والطالبات. بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الرياضة والتعليم والصحة، انطلق المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية بحضور سعادة وزير التربية والتعليم، حيث يركز المنتدى على دور الرياضة المدرسية في تعزيز النمو الشامل للشباب ونشر قيم وأهداف التنمية المستدامة. أن اليوم نفذت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج المنتدى التعليمي الذي يعتبر جزء من فعاليات استضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية في البحرين 2024. هذا المنتدى يستقطب الطلبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، ويستقطب أيضا المعلمين والقيادات التعليمية في المدارس تحديدا. الهدف من هذا المنتدى هو شرح أهمية دمج الرياضة المدرسية في المنهج الدراسي اليومي، وليس اعتبارها عاملا منفصلا عن بقية المنهج. الممارسة الرياضية مهمة جدا بالنسبة للطلبة وتنعكس علميا على تحصيلهم الدراسي. فهذا المنتدى اليوم سيركز على دمج الرياضة المدرسية في المنهج التعليمي بشكل دائم في المدارس سواء كانت الحكومية أو الخاصة. المنتدى اشتمل على 3 جلسات نقاشية تناولت مختلف المواضيع، على رأسها تطوير مهارات الشباب من خلال الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي لأطفال المدارس والاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرياضة في المدارس. الإشارة في هذا الأول مرة يتم يعني افتتاح جيمنازياد بمؤتمر أكاديمي نظرا للأهمية للموضوع، وبطبيعة الحال ما سيدور في هذا المؤتمر أكيد أنه سيقدم مجموعة من الرؤى وكذلك تقاسم الخبرات من طرف الجامعات الاتحادات الدولية في شتى المجالات، واللي هذا الأمر غادي يهم في الجانب الأكاديمي ما يتجاوز 3000 طالب وطالبة، ولكن كذلك ما يتجاوز 100 أستاذ وأستاذة للتربية البدنية بالبحرين. وجود الحقيقة المنتدى العلمي ومصاحبه من معرض وما رأينا من مبادرات وأفكار والحقيقة مشاريع طلابية رائعة جدا وأفكار جدا خلاقة ذات علاقة اليوم بالمجال الصحي والمجال الرياضي، أنا أعتقد الحقيقة تبعث على الفخر وتبعث على السعادة. والأوراق التي أيضا ستقدم هي في هذا المنتدى عبر جلساته هي أيضا تحاكي نفس الهدف ونفس بحيث كيف تستطيع أو من خلال هذه الدراسات يتبين أهمية مثل هذه الأنشطة، أهمية غرس حقيقة الثقافة البدنية والثقافة الرياضية في نفوس الطلاب منذ وقت مبكر. تفاعل كبير من مختلف المدارس المشاركة في المنتدى حاز على استحسان ضيوف المملكة والخبراء والمختصين الذين أشادوا بحسن التنظيم وبكفاءة المدارس البحرينية التي استعرضت خبراتها ومهاراتها في معرض على هامش المنتدى، بين حجم الاهتمام والكفاءات الوطنية الشابة التي تحتضنها وزارة التربية والتعليم. بحضور نخب فكرية وأكاديمية رياضية وعلمية جاء هذا المنتدى ليطرح بشكل مهني العديد من القضايا التي تواجه تطور الرياضات المدرسية من الجانب الأكاديمي، ليسعى دائما إلى الارتقاء بالرياضات المدرسية على المستويين المحلي والدولي. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.